بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بإذن الله هذه الليلة ننهي إن شاء الله متن الأصول الثلاثة للإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ووصلنا بالأمس إلى ما يتعلق بدليل الاستعانة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله. ودليل الاستعاذة قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. ودليل الاستغاثة قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ومن السنة: لعن الله من ذبح لغير الله. ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. نعم، هنا المؤلف ذكر أنواع العبادات التي تصرف لله سبحانه وتعالى، وذكر جملة من العبادات التي يجب على المسلم أن يصرفها لله سبحانه وتعالى، وأنه إذا صرفها لغير الله فإنه يدخل في الشرك. ومن هذه الأشياء التي ذكرها المؤلف رحمه الله هو ما يتعلق بالاستعانة، وبين الدليل في ذلك: إياك نعبد وإياك نستعين. والاستعانة هي طلب العون. إياك نعبد وإياك نستعين، أي نستعين بالله سبحانه وتعالى ونطلب منه العون. والاستعانة أنواع. النوع الأول: الاستعانة بالله، وهي الاستعانة المتضمنة والتي تتضمن لكمال الذل لله سبحانه وتعالى، أن يتذلل العبد لله في استعانته به سبحانه، وهذا يلزم تفويض الأمر لله في جميع أموره. عندما تستعين في أمور الدنيا بشخص فإنك توكل الأمر له، فتجد نفسك مطمئن إذا كان صاحب قدرة، إذا كان عنده قدرة واستعنت بشخص فتجد نفسك أنك مطمئن، لأنه سوف يلبي حاجتك. فأنت إذا استعنت بالله فأنت تفوض الأمر لله سبحانه وتعالى، وهو القادر على كل شيء. وكما كان التأصيل عند المؤلف رحمه الله في هذا الباب، هو الآن يتكلم عن العبادات، لكنه قبل أن يتكلم عن العبادات تكلم عن مسألة مهمة تتعلق بهذه العبادات، وهي أن الله هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت. فقال رحمه الله: هذه قد كان المشركون يقرون بها، ولكنها لم تنفعهم، لم ينفعهم أنهم أقروا بأن الله هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ولكن كانوا يصرفون العبادة لغير الله، ولذلك جاء المؤلف وبين وقال: إذا كان وقررنا بأن الله هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت، وجب علينا أن نصرف هذه العبادات لهذا الخالق وهو الله سبحانه وتعالى. ولذلك ذكر جملة من العبادات، ثم وصلنا إلى هذا الأمر المتعلق بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى. فقال: الاستعانة ودليلها إياك نعبد وإياك نستعين.
فأنواع الاستعانة ذكرنا أولا الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، الثاني الاستعانة بالمخلوق، والاستعانة بالمخلوق على أمر يستطيعه أو يقدر عليه لا حرج في ذلك فهو جائز. الله سبحانه وتعالى قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فهذا جائز أن تستعين بشخص في أمر من أمور الدنيا وهو يستطيع. الأمر الثالث الاستعانة بمخلوق حي حاضر لكنه لا يقدر أن يلبي ولا يستطيع أن يقوم بما طلبته منه، فهذه استعانة تعتبر لا حاجة لها لأنه لا يستطيع أن يلبي حاجتك. الرابع الاستعانة، وهي الأمر المهم، الاستعانة بالأموات أو بالأحياء على أمر غائب لا يقدرون عليه، مثل ما يحصل من البعض يذهبون إلى الضريح وإلى القبر ويستعينون به لقضاء حوائجهم ويدعونه، وهذا نوع من الاستعانة المحرمة وهي الاستعانة بالأموات، لأن الأموات لا يستطيعون أن ينفعوا ولا يضروا. أيضا من ذلك الأحياء، أي من يستعين بساحر، يذهب إلى الساحر ويطلب من الساحر ويستعين بهذا الساحر في أمر من الأمور، وهذا يحصل في الصرف والعطف، هذا يحصل عند النساء يذهبن إلى الساحر من أجل الصرف والعطف عند لأزواجهن، فهذا يحصل وللأسف الشديد عند بعض النساء، فهؤلاء يستعينون بهذا الساحر من أجل أمر من الأمور التي لا يستطيعها إلا الله سبحانه وتعالى. الخامس الاستعانة بالأعمال والأحوال المحبوبة، هناك أعمال يستعين بها المسلم ولا حرج في ذلك، كما قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فالاستعانة يستعين بالله، إذا حزبه النبي عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر ماذا؟ فزع إلى الصلاة. فيستعين المرء ببعض العبادات، وكما حصل للثلاثة الذين حجزت عليهم صخرة فدعوا الله سبحانه وتعالى بما قدموا من أعمال سابقة، ولذلك صنائع المعروف تقي مصارع السوء. الإنسان إذا قدم العمل الصالح، وأيضا كما سمعنا اليوم في خطبة الجمعة وتكلم الخطيب عن مسألة الخبيئة، الإنسان يعمل أعمال صالحة لا يظهرها للناس، إما من صلاة وعبادة في الليل أو من إحسان أو من صدقة أو غيرها من الأعمال الصالحة، وتكون خبيئة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. هذه الأعمال يفرج الله سبحانه وتعالى فيها للعبد من أمور الدنيا وكذلك من أمور الآخرة. فالمسلم يستعين بالله سبحانه وتعالى في جميع أموره، هذه متعلقة فيما لا يستطيعه إلا الله سبحانه وتعالى. والمحذور هنا في هذا الباب، المحذور هو المتعلق بعبادة غير الله سبحانه وتعالى، وهذا يلزم أن يستعين بصاحب هذا القبر أو يستعين بساحر من أجل أمر من أمور الدنيا، فيكون قد وقع في هذه الحالة بالشرك. المسألة الثانية ذكر المؤلف الاستعادة. الاستعادة هي طلب الالتجاء من يمنعك من محذور أو يمنع عنك محذور قد يقع عليك، طلب الالتجاء إلى من يمنعك من محذور تخافه من أجل أن يدفع عنك هذا الشر. هذا الاستعادة، الاستعادة أن تستعيد بشخص في أمر من أجل أن يمنع وصول هذا الشيء إليك. تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ماذا يعني؟ تطلب من الله أن يعيدك من الشيطان كي لا
يوسوس عليك، فأنت تستعيذ بالله ألا يصلك هذا الشيء الذي أنت تحذر منه، فهو طلب الالتجاء إلى من يمنعك من محذور تخافه من أجل أن يدفع عنك هذا الشيء. هذه هي الاستعاذة، والاستعاذة هي نوع من أنواع العبادة، وهو طلب لا يستطيعه ولا يقدره إلا الله سبحانه وتعالى. وذكر المؤلف الدليل على ذلك، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. فالمسلم يقرأ قل أعوذ برب الفلق، أي أنك تتعوذ من الله سبحانه وتعالى، من رب الفلق وهو الله سبحانه وتعالى، وهو الصبح، الفلق هو الصبح، فالله هو القادر على إزالة هذه الظلمة. عندما قال قل أعوذ برب الفلق، هو الذي قادر على أن يزيل هذه الظلمة من العالم، وهو القادر الذي يدفع عن المسلم المستعيد ما يخافه. ولذلك هذه الاستعاذة قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، أي خالق الناس سبحانه وتعالى، فأنت تستعيذ بالله من أجل أن يصرف عنك الشر. المسألة الثالثة التي ذكرها المؤلف وهي الاستغاثة. الاستغاثة أن تطلب الغوث ممن يستطيع أن ينقذك من ضيق أو شدة. لكن ما الفرق بين الاستغاثة والاستعاذة؟ الاستعاذة ذكرنا أنها تكون لأمر قادم، يعني أن تستعيذ بالله أن لا يحصل لك شر أو يبعد عنك الشر. أما الاستغاثة فأنت وقعت في أمر وتحتاج إلى من يزيله، فتستغيث بالله، إذ تستغيثون بربكم فاستجاب لكم، فأنت تستغيث بالله لكي يرفع عنك ما حصل لك من ابتلاء ومن هم ومن غم. فهنا يستغيث بالله سبحانه وتعالى، وهذا الفرق بين الاستعاذة والاستغاثة. ثم بعد ذلك ذكر المؤلف أمر أيضا متعلق بالذبح، والذبح يكثر حقيقة لغير الله عند من يقعون في الشرك أو يقعون في بعض المخالفات التي يظنون أنهم إذا قربوا هذا القربان وهذا الذبح يظنون أنه يدفع عنهم الشر. فنقول إما أن يكون هذا الذبح لصاحب قبر أو لشخص يتقرب إليه من أجل التقرب إليه والعبادة له، فهذا داخل في الشرك. الأمر الثاني والذي يحصل أيضا عند البعض عندما، وهذا مثال يحصل وربما البعض شاهد هذا الفعل، وهو أن يقوم إذا سكن في بيت يقوم عند باب البيت فيقوم بذبح الذبيحة عند باب البيت، ويظن بأن هذا الذبح يصرف عن هذا البيت الشر. هذا داخل أيضا في الشرك الأصغر، ولكن إذا اعتقد اعتقادا أو أنه ذبح في هذا الذبح وقت واعتقد به لغير الله سبحانه وتعالى فإنه يدخل في باب الشرك. ولكن هنا في هذا الأمر الذي يحصل عند بعض الناس هو يدخل في الشرك الأصغر، وهو أن يقوم بالذبح عند الباب يظن أن هذا يصرف عنه الشر، وهذا أيضا محذور. فالذبح هنا الذي ذكره المؤلف واستشهد بالدليل على ذلك، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وأيضا استشهد بالسنة في هذا الباب في قول النبي عليه الصلاة والسلام، لعن الله من ذبح لغير الله. وأنواع العبادة المتعلقة بالذبح، أولا أن يقصد بالذبح لله سبحانه وتعالى، فهذا جائز وهو متعلق بالذبح في الهدي والأضاحي وكذلك أيضا
غيرها من العبادات التي يتقرب بها العبد في الذبح لله سبحانه وتعالى. النوع الثاني هو الذبح لإكرام الضيف، وهذا لا حرج فيه، يذبح الذبيحة من أجل إكرام الضيف وإن كان القصد من أجل الإكرام، ولكن هذا لا حرج فيه، لا حرج فيه. النوع الثالث أن يكون الذبح لحاجته، ليس لإكرام الضيف، لم يقصد به الضيف، إنما من أجل الأكل والشرب، الأكل وأيضا من أجل أن يطعم منه وأن يتصدق به أيضا، فلا حرج أيضا داخل في هذا الباب. ولذلك استشهد المؤلف في قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. المسألة الخامسة تكلم عن النذر. النذر في أصله مذموم، وقد بين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام وقال: إن النذر لا يصرف شيئا من القدر. وأيضا بين عليه الصلاة والسلام أن النذر لا يأتي إلا من بخيل. فبعض الناس عندما يقوم بالنذر يظن أن هذا النذر يصرف عنه الشر أو أنه يوفق للخير، فيقول مثلا: إذا نجحت في الاختبار فنذر علي أن أتصدق بكذا وكذا. يعتقد أنه بعقده لهذا النذر أنه سوف يكون سببا لنجاحه، فنقول: لا، هذا خطأ. النذر أنواع، هناك نذر طاعة. نذر الطاعة يقول: علي نذر أن أصوم، ما يعلقه بشيء، فهذا يسمى نذر طاعة. يقول: علي نذر أصوم 3 أيام، علي نذر أن أصوم كل شهر أيام البيض، فهذا نذر طاعة، فيجب عليه في هذه الحالة هذا النذر أن يوفي بهذا النذر. النوع الثاني نذر مباح. النذر المباح مثل أن ينذر يقول: إن رزقني الله بمولود، علي نذر إذا رزقني الله بمولود سميته كذا، سميته محمد أو ناصر أو خالد، فجاءه مولود وقد عزم ونذر على أن يسميه بهذا الاسم، ولكنه صرف النظر عن هذا الاسم، هذا يسمى نذر مباح. يقول: علي نذر ألا أركب هذه السيارة، علي نذر أن ألبس هذا الثوب، هذا يسمى نذر مباح. إذا نذر بهذا النذر فإنه مخير، إما أن يكفر عن يمينه وإما أن يوفي بنذره. الثالث، النوع الثالث هو نذر أو النذر المحرم، أن ينذر على أمر محرم. نذر أن يشرب مثلا أمر محرم، أو نذر أن يقطع الصلة بوالديه، أو نذر أن يقطع رحمه، فنقول هذا نذر محرم، لا يجوز له أن يفي بهذا النذر، فعليه في هذه الحالة أن يكفر عن يمينه. النوع الرابع هو النذر المكروه، مثل أن ينذر يقول: علي نذر ألا أصلي السنن الرواتب، أو علي نذر إذا دخلت المسجد لا أصلي تحية المسجد، فهذا نذر مكروه، فنقول في هذا عليه أن يكفر عن يمينه فتكون يمين. لذلك جاء في الحديث: من نذر نذر فكفارته كفارة يمين، فهو داخل في هذه الأبواب. النذر أو النوع الخامس هو نذر اللجاج، وهو هذا النذر هو الذي يكثر عند الناس، هو يريد في نذره أن يصدق أو يكذب، فيقول مثلا في أمر، يقول يعني وهو يتكلم في أمر معين ويريد أن يصدق في هذا الأمر، يقول: علي نذر إذا كنت كاذبا أن أفعل أصوم 3 أيام، أو علي نذر إذا كنت كذا أن أفعل كذا وكذا، يريد التصديق أو أن لا يكذب. وهذا يكون في حالة ردة فعل، يعني شخص يتكلم بكلام يقول: لا أن تكذب، يقول: لا أن تكذب، يقول: علي نذر أني أنا أصوم 3 أيام إن كنت كاذبا، علي نذر كذا إن كنت
يعني كذا فعلت هذا الشيء، يقول له أنت أنا رأيتك تفعل هذا الشيء، قال علي نذر أن أفعل أدفع 1000 ريال إذا كنت فعلت هذا الأمر. فهذا نذر يكون هو ردة فعل ونذر اللجاج، فهذا النذر أيضا هو كفارته كفارة يمين، إما أن يفي بهذا النذر أو أن يكفر عن يمينه. والنذر الأخير وهو النذر العام، يقول علي نذر فقط بدون ما يحدد شيء، هذا هو النوع السادس، يقول علي نذر ولا يحدده فقط، فهذا لا شيء عليه. وذهب بعض أهلهم على أنه يكفر إذا قال علي نذر، فكأنه ألزم نفسه بنذر ولكن لم يسمي هذا النذر، ففي هذه الحالة يكفر عن يمينه. هنا المؤلف ذكر النذر، فأن قال النذر أن يلزم الإنسان نفسه شيئا غير لازم بأصل مشروع أو بأصل من الشرع، فيلزم نفسه إما بصدقة أو صيام أو صلاة أو غير ذلك، إما بتعليقه على شيء نحو يقول إن شفاني الله أو شفى الله سبحانه وتعالى ولدي أو قريبي لأصومن 3 أيام أو أتصدق بكذا وكذا. وهذا ذكرنا الأنواع، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن النذر مكروه، المسلم لا حاجة له أن ينذر، ولكن إذا أراد أن يؤدي عبادة يؤديها بدون ما يحتاج إلى النذر، لكن لو أنه عقد نذر الطاعة نقول يجب عليه. وماذا أيضا؟ نقول أن هذا الفعل من أفضل القروبات إلى الله سبحانه وتعالى. إذا ماذا؟ إذا انعقد النذر، إذا انعقد النذر على هذا الشخص نقول وجب عليك، ونقول أن الوفاء بهذا النذر من صفات أهل الإيمان. ما هو الدليل؟ كما قال تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. إذن ابتداء النذر مكروه، لكنه إذا انعقد يكون من صفات أهل الإيمان. الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، وهو 3 مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. فأركان الإسلام 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فدليل الشهادة قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، ومعناها لا معبود بحق إلا الله، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده، لا شريك له في عبادته كما أنه ليس له شريك في ملكه. وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، وقوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ودليل شهادة أن محمد رسول الله. هنا المؤلف ذكر الأصل الثاني، انتهينا من الأصل الأول والآن دخل في الأصل الثاني وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة. فهنا المؤلف قال معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو ثم بين معنى ذلك الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. المعرفة هو رفع الجهل عن الشخص أو المتلقي، يرفع الجهل عن نفسه بالمعرفة بالعلم كما بين المؤلف في هذا الكتاب من أوله.
ثم قال دين دين الإسلام أن يكون أو يعرف هذا الدين بماذا؟ بالأدلة. والمسلم عليه في هذه الحالة أن يتلقى مثل هذه الأشياء المهمة المتعلقة بالتوحيد وبالعقيدة، أن يأخذ بالدليل من الكتاب أو من السنة. هنا قال المؤلف: الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. طبعا المؤلف الخلوص من الشرك، طبعا في بعض النسخ وبعض ما ذكر الشيخ أيضا في بعض المؤلفات قال بدل الخلوص من الشرك قال والبراءة من الشرك وأهله. ولا شك أن قول البراءة من الشرك وأهله أولى في هذا الباب في تعريف التوحيد. ولذلك الأقرب في ذلك وفي النسخ أنه الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد لهم بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. هنا تعريف الدين، معرفة الدين، الدين هو الطاعة والانقياد. كيف؟ يقال دان دينا وديانة، معنى ذلك أي خضع ودل وأطع، يعني هذا هو معنى الدين. ويأتي أيضا بمعنى آخر ما يتدين به الإنسان، يقال دان بكذا أي اتخذه دينا وتعبد الله أو تعبد به، هذا مقصود بالدين. والإسلام هو دين الله الذي بعث به الرسل من نوح عليه السلام إلى نبينا عليه الصلاة والسلام. قول المؤلف معرفة دين الإسلام بالأدلة أي يشير إلى أن معرفة الدين لا بد أن تكون مقرونة بالدليل، وقد بينا في الدرس الماضي ما يتعلق بالدليل لطالب العلم وكذلك للعام فيما يتعلق بالفتوى. وقوله وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك، هنا وضع ثلاث أسس مهمة. الأساس الأول الاستسلام لله بالتوحيد، معنى ذلك أن تكون جميع العبادة خالصة لله سبحانه وتعالى، وأن يكون في هذه العبادات قد اشتملت على ما ذكرنا من أنواع العبادة من الخضوع والاستعانة والخشية والرهبة والدعاء وغيرها، هذا هو معنى الاستسلام لله سبحانه وتعالى. فجميع هذه العبادات متعلقة بماذا؟ بهذا الأمر وهو الاستسلام لله بالتوحيد. ودليل ذلك وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وأيضا الأساس الثاني الانقياد لله بالطاعة، والطاعة المأمور بها ما أمر الله بها من العبادات. والدليل على ذلك يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، والآيات كثيرة متعلقة بالطاعة. الأساس الثالث الخلوص أو البراءة من الشرك، أو نقول البراءة من الشرك وأهله، وهذا كما في قوله تعالى البراءة من الشرك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأيضا متعلق لا تجد أيضا ما يتعلق بالبراءة من أهل الشرك، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله إلى آخر الآية. ثم قال وهو ثلاث مراتب، أي بين هذه المراتب وهذه الدرجات. و الدليل الذي استند عليه المؤلف في ذلك وسيأتي إن شاء الله هو حديث عمر رضي الله عنه عندما نزل جبريل عليه وسأله، وسيأتي هذا الحديث مفصل إن شاء الله تعالى. ثم ذكر المؤلف أن كل مرتبة من هذه المراتب أن لها أركان، وبين هذه الأركان الثلاثة. والأركان هي الأسس التي لا يقوم عليها أي شيء إلا بها، بهذه الأركان. و مثل ما يتعلق بأركان البيت، لا بد أن يكون هناك أركان للبيت حتى يقوم هذا البيت. وذكر أركان الإسلام الخمسة، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. ثم ذكر الدليل
على كل واحد منها. ذكر الدليل على الشهادة: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. أيضا ذكر أيضا معنى لا إله إلا الله، وهذا أمر مهم، هذا هو المتعلق في هذا الباب والذي يركز عليه في معنى لا إله إلا الله. لا إله، عندما تقول لا إله أنت نفيت جميع ما يعبد من دون الله، تقول لا إله، لكن لابد بعدها بماذا؟ بإثبات لا إله إلا الله. إلا الله هذا إثبات، فأنت تقول لا إله أي لا معبود بحق إلا الله، فعليك أن تتحقق من هذا الأمر فيما يتعلق لا إله إلا الله. لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام لأهل قريش وأمرهم بأن يعبدوا الله سبحانه وتعالى وقال قولوا لا إله إلا الله، فقط كلمة أحاج بها لكم عند الله سبحانه وتعالى، رفضوا أن يقولوا لا إله إلا الله. لماذا؟ لأنهم يعلمون معنى هذه الكلمة، يعلمون معناها ويعلمون مقتضاها، ما اقتضاها أن العبادة تصرف لله وحده، معناها أنهم يقومون بماذا؟ بإزالة كل هذه الأوثان والأصنام التي كانوا يعبدونها من دون الله، ولذلك رفضوا مع أنها كلمة لكنهم يعلمون معناها. ولكن للأسف مشركي هذا الزمان يقولون لا إله إلا الله وهم يشركون بالله، يناقضون لا إله إلا الله. نحن نقول لا إله إلا الله نفي وإثبات، نقول لا إله إلا معبود بحق إلا الله، يعني لا تعبد إلا الله، لكنهم يعبدون غير الله. وكما ذكرنا بالأمس لماذا هم يقولون هذا الأمر؟ لماذا يقولون؟ هم طبعا عندهم شبه في هذا الباب، وهي شبه واضحة، يقولون إحنا ما نعبدهم، بعضهم يقول ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، والبعض الآخر يقولون نحن أقل قدر من أن نعبد الله مباشرة، فنجعل هؤلاء واسطة بيننا وبين الله، فهم من الأولياء ومن الصالحين، فنطلب منهم المدد والعون وأن يشفعوا لنا عند الله سبحانه وتعالى. هذا كلامهم، وهذا مردود عليهم، لأن الدعاء والعبادة كلها تصرف لمن؟ لله سبحانه وتعالى. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول وإذا سألك عبادي فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. أيضا بين المؤلف أيضا هنا المسألة المتعلقة في تحقيق هذا التوحيد وهذا الأمر المهم بعدما ذكر أركان الإسلام، بين أن ذلك يقتضي ما جاء في قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. وجاء أيضا في قوله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. فهنا المتعلق في الأمر هنا البراءة، البراءة من ماذا؟ من الشرك ومن أهله، هذا المقصود. يعني لا يكفي ذكرنا، لا يكفي أن الإنسان يقول لا إله إلا الله ويعمل بالصالحات، لكن لا بد أن يكون هناك مقرون بماذا؟ بالعمل، وهو أن يصرف العبادة لله وحده وأن يبتعد عن صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، وما ذكرنا من العبادات في الدرس السابق. نعم. ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر وألا يعبد الله إلا بما شرع. ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ودليل الصيام قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ودليل الحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. نعم، هنا المؤلف ذكر هذه الأركان وذكر لكل ركن من هذه الأركان الدليل على ذلك من الكتاب،
ولذلك نؤكد ونبين لكم دائما بأن مؤلفات الشيخ رحمه الله الشيخ محمد عبد الوهاب جميعها تعتمد على الأدلة من الكتاب ومن السنة، ولم يأتي الشيخ بكلام من عنده، بل العبارات التي يذكرها بسيطة جدا، ولكن هذه العبارات مباشرة يذكر بعد هذه العبارة الدليل وما يدل عليها، وكما سمعتم الآن فيما يتعلق بالأدلة التي ذكرها المؤلف. هنا عندما بين دليل شهادة أن محمد رسول الله قال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هنا فيه نوع ماذا؟ نوع امتنان من الله سبحانه وتعالى على الناس بأن أرسل الله إليهم هذا الرسول وهذا النبي. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، من أنفسكم أي منكم، فبين الله سبحانه وتعالى قال: عزيز عليه ما عنتم، ثم قال: حريص عليكم أي على هدايتكم وعلى إنقاذكم. وقد جاء عليه الصلاة والسلام وكانت قريش تعبد الأصنام، فكان رحيما بهم يبين لهم ما هم فيه من خطر وما هم فيه من عبادة غير الله التي إذا استمروا عليها فإن مصيرهم إلى النار. فبين عليه الصلاة والسلام هذا الخطر وجاء بالرسالة، وبين الله قال: وبالمؤمنين رؤوف رحيم، يبين للكفار وللمشركين ما وقعوا فيه من الخطر، وجاء الحال في حال المؤمنين: وبالمؤمنين رؤوف رحيم. وهذه هي الرأفة والرحمة التي كانت منه عليه الصلاة والسلام في هدايتهم وتبيين لهم ما يجب عليهم وما أمر الله سبحانه وتعالى به. ثم قال: ومعنى شهادة أن محمداً رسول الله، هنا أمر مهم، وهذه الأشياء كما ذكرت وأكرر أن هذه الأشياء كان يحفظها الآباء والأجداد، يحفظونها وهم لا يقرؤون ولا يكتبون، وأجزم أن الجميع ربما سمع من والده ومن جده، وربما إذا كان لا يقرأ ولا يكتب أنه يحفظ هذه العبارات، وهذه نسمعها دائما. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله يقول: طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، يأتي لأنهم يحفظونها ويحفظون أحيانا بنوع من اللحن حتى يسهل عليهم، فتجد أن كثير من كبار السن يحفظون المتون هذه خاصة الأصول الثلاثة لأنها تؤصلهم، وأيضا يحتاجونها في جميع شؤون حياتهم، فتجد أن كبير السن الذي حفظ هذه المتون أو هذا المتن تجده يستطيع أن يرد أي شبهة متعلقة بالعقيدة. ولذلك المؤلف هنا ذكر هذه العبارات البسيطة، ما معنى أنك تشهد بأن محمد هو رسول الله؟ ماذا يقتضي هذا الأمر؟ ذكرنا أن مقتضى لا إله إلا الله أنك تجعل العبادة لله سبحانه وتعالى وحده، صح ولا لا؟ طيب، ومعنى شهادة أن محمد رسول الله تقتضي طاعته فيما أمر، هذا أول أمر، أي لا يمكن أن تتحقق هذه الشهادة إلا بهذه الأمور الأربعة التي ذكرها المؤلف. أولا طاعته فيما أمر، وذلك لقوله تعالى: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، وأيضا: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، أيضا في قوله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن هذا أول أمر في تحقيق شهادة أن محمد رسول الله هو طاعته فيما أمر. الثاني تصديقه فيما أخبر، أن نصدقه عليه الصلاة والسلام بما أخبرنا من الغيب ومن الجنة ومن النار ومن غيرها ومن عذاب القبر وما بينه عليه الصلاة والسلام، والله قال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالأمر الثاني تصديقه فيما أخبر. الأمر الثالث ماذا؟ اجتناب ما نهى عنه وزجر، أيضا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه ماذا؟ فانتهوا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، بل إن الله سبحانه وتعالى جعل
محبته متعلقة بماذا؟ باتباع النبي عليه الصلاة والسلام. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فلا شك أن هذه الأمور الثلاثة من الأمور المهمة: الأول طاعته فيما أمر، الثاني تصديقه فيما أخبر، الثالث اجتناب ما نهى عنه وزجر، الأمر الثالث وهو مهم أيضا الرابع ألا يعبد الله إلا بما شرع. إذن هذا يدل على ماذا؟ على أن نلتزم بما جاء به الشرع ولا نبتدع، أن نلتزم بما جاء وخبرنا به النبي عليه الصلاة والسلام ولا نعبد، أي لا يعبد الله إلا بما شرع، إلا بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. وإن كانت هذه العبادة قصدها حسن، ربما الناس يأتي بعبادة ويستحسن هذه العبادة لكنها مخالفة ولا تصلح. ولذلك على المسلم أن يتبع، أن يكون متبعا على الدليل، لا تكون أي عبادة إلا بالدليل. فإذا جاء أحد وأخبرك بنوع من أنواع العبادة تسأله عن الدليل عن هذه العبادة، فإذا لم يأتي بدليل ولم يكن عليها دليل فنقول أن هذه العبادة مردودة، لأننا نحتاج في أي عبادة نقوم بها نحتاج إلى الدليل. المسألة في هذا الباب وهو ما يتعلق بدليل الصلاة والزكاة ومعنى التوحيد، وهذه الأشياء الثلاث جمعها في دليل واحد في قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. عندما قال ويقيموا الصلاة وش يدل هذا عليه؟ على وجوب الصلاة. وكذلك ويؤتوا الزكاة الواو معطوفة على ذلك ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، إذن الزكاة واجبة. فهذه الأدلة التي ذكرها المؤلف تبين ما يتعلق بأركان الإسلام، ثم بعد ذلك بين ما يتعلق بدليل الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم جاء بدليل الحج: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذه هي أركان الإسلام. نعم. المرتبة الثانية الإيمان، وهو 74 شعبة. أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وأركانه 6: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. والدليل على هذه الأركان 6 قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. هنا يقول المرتبة الثانية من مراتب الدين وهي الإيمان، وهي من المراتب العليا فيما يتعلق بأمور الدين وباعتقاد القلب. فذكر هنا قال: وهو 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماضة الأذى عن الطريق. ثم قال: والحياء شعبة من شعب الإيمان. فالإيمان معناها أنه له شعب ظاهرة وباطنة، فأفضلها هو لا إله إلا الله. وذكر المؤلف أن أدناها كما جاء في الحديث إماطة الأذى عن الطريق، وهذا بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة، وهو متعلق أيضا بما يتعلق بأركان الإيمان عندما قال أركانه 6. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر وخيره وشره. هذه هي التفصيلات المتعلقة بالإيمان. والمراد من الإيمان هنا هو الاعتقاد، والإيمان بهذه الأصول 6 التي ذكرناها: أن يعتقد بها، أن تؤمن بالله وهذا حاصل، وأن تؤمن بملائكته أن الله سبحانه وتعالى له ملائكة، وبكتبه التي أنزلها، والكتب هي المتعلقة بالكتب السماوية التي جاءت وأنزلها الله مثل التوراة والإنجيل والزبور والقرآن الكريم، أن تؤمن بهذه الكتب.
وأيضا تؤمن بالرسل. والإيمان بالرسل هو إيمان مجمل، لا يلزم بأن تعرف جميع الرسل، ولكن تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى قد أنزل الرسل، كما قال تعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. فهذا يدل هذا الأمر على أن الإيمان يكون لجميع الرسل، سواء علمنا بهم من الكتاب أو لم يذكرهم الله سبحانه وتعالى، كما في قوله تعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. بعد ذلك الإيمان باليوم الآخر، أن تؤمن باليوم الآخر وهو يوم القيامة، وهذا إيمان أيضا تعتقد به بما أخبر أو ما جاء في الكتاب وما جاء في السنة. وأيضا الإيمان بالقدر، والإيمان بالقدر هو الإيمان بعلم الله السابق. الإيمان بالقدر هو العلم بالله أو بعلم الله السابق لكل شيء، لكل أمر من الأمور، ومن ذلك علمه بأفعال العباد وبطاعتهم وبمعاصيهم وما يحصل منهم من أفعال. هذا أول إيمان بالقدر. الإيمان الثاني الإيمان بكتابة المقادير، الله قد كتب المقادير على العباد، وهو الإيمان بالقدر، وقال: الإيمان بالقدر خيره وشره. الثالث الإيمان بعموم مشيئة الله سبحانه وتعالى، وأن جميع الأمور لا تخرج عن مشيئة الله سبحانه، فإذا أشاء سبحانه أمر فإنه يكون. الأمر الرابع الإيمان بأن الله تعالى خالق كل شيء، وهذا داخل في الإيمان، أن الله خالق كل شيء، ولا يكون إنسان مؤمنا بالقدر حتى يؤمن بهذه المراتب. نعم. المرتبة الثالثة الإحسان ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، وقوله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه الآية. والدليل من السنة حديث جبريل المشهور عن عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعاجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. نعم، الإحسان هو أعلى مراتب الدين، الإحسان، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه
يراك، هذا أعلى مرتبة من المراتب. عندما يستحضر المسلم في كل تصرف أو في كل عمل وفي كل لحظة يستحضر ما يقوم به عظمة الله سبحانه وتعالى، وأن تكون هذه العبادة لله، وأن الله مطلع على جميع أعمالك. ولذلك جاء في قوله تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. هنا خالفوا هذا الأصل، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولذلك عندما بين الله سبحانه وتعالى في حال أولئك الذين قال يستخفون، في الآية التي ذكرناها يستخفون من الله ولا يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله والله معهم، وهذا دليل على المعية، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ولذلك إذا وصل المسلم إلى هذه المرتبة فوصل إلى أعلى مراتب الدين، وهو الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولذلك جاء الأمر وجاء الفضل فيما يتعلق، وذكرنا سابقا في مسألة الخشوع، وهو نوع من أنواع العبادة. قال الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. إذا أنت قد حققت الإحسان فإنك سوف تحصل على هذا الفضل العظيم وهذا الفلاح، وإذا حققت الإحسان فإنك سوف تخشع في صلاتك، سوف تقوم بجميع ما أمر الله به من العبادات وغيرها، وتقوم بها مخلصا في هذه العبادة لله سبحانه وتعالى. واستشهد أيضا بقوله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم. ماذا؟ الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. الله سبحانه وتعالى مطلع على عباده وعلى جميع تصرفاتهم، فإذا حصلت على هذه الدرجة من الإحسان فقد وصلت إلى أعلى مرتبة من مراتب الإسلام. وأيضا استشهد بقوله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وكل هذه أدلة على أن الله مطلع على عباده، رقيب على عباده. ولذلك على المسلم أن يحقق هذا المقصد المهم وهو المتعلق بالإحسان. هنا مسألة ذكر الدليل من السنة، وهو حديث جبريل المشهور، وذكر فيه ما يتعلق بالإسلام والإيمان والإحسان، وهذا من الأحاديث المشهورة. نعم. الأصل الثالث: معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، و23 نبيا رسولا. نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، وبلده مكة. بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك، والرجز فاهجر، الرجز الأصنام، وهجرها تركها والبراءة منها وأهلها. نعم. هنا جاء بالأصل الثاني. هذه الأصول الثلاثة نذكركم بأنها هي الأسئلة الثلاثة التي يسأل عنها العبد في قبره: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ ذكر المؤلف أولا وذكرنا في الدرس السابق ما يتعلق بالإجابة على السؤال الأول: من ربك؟ الثاني: ما دينك؟ وتكلمنا فيه في هذا الدرس. الآن السؤال الثالث: من نبيك؟
ثم جاء المؤلف يبين ذلك في هذا الأصل، وهو معرفة النبي عليه الصلاة والسلام. فقدم المؤلف في هذا الأصل الثالث باسم النبي عليه الصلاة والسلام، واقتصر على جدين من أجداد النبي عليه الصلاة والسلام من أجل أن يحفظ. وهذا ما ذكرت لكم، أن مثل هذه، لو سألت أي شخص عامي عن اسم النبي عليه الصلاة والسلام جاء بجميع ما ذكر، يأتي يقول الأصل، ما يذكر الأصل، يقول هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل، يحفظها كاملة، ويحفظ أنه نبئ بكذا. يعني هذا من فضل الله سبحانه وتعالى على التأسيس القوي الذي كان في هذه البلاد. لما أراد الملك عبد العزيز توحيد هذه البلاد وأراد أن يجمع شملهم، جمعهم على التوحيد وعلى العقيدة، وعلم علم اليقين بأن الناس لا يمكن أن تجتمع إلا بالتوحيد وبالعقيدة، ولذلك اجتهد اجتهادا عظيما في ذلك، فأرسل المشايخ والمطاوعة، وأرسل طلبة العلم حتى إلى الهجر وإلى البادية، من أجل أن يعلموا الناس هذه الأصول الثلاثة ويحفظونها. فسبحان الله، بعد أن حفظوا هذه الأصول الثلاثة رقت القلوب واجتمعت القلوب واجتمع الشمل وتوحدت هذه البلاد كلهم بفضل الله، ثم بهذه العقيدة وهذا التوحيد. وهذا يحسب للملك عبد العزيز رحمه الله على ما بذله، وهذا لا شك أننا نتفيأ ظلال هذه الدعوة المباركة بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، ثم ما من الله بنا علينا بهذا الملك المبارك الذي وحد هذه الجزيرة على كتاب الله وعلى سنة رسوله. فمن الأفضال التي نراها أن هذه الأصول الثلاثة وكذلك العقيدة والعبادات ما زلنا نتفيأ ظلال هذه الدعوة المباركة حتى في كتب الطلاب. يقول أحدهم أمس القريب، يقول أتاني شخص أستاذ دكتور في أحد الجامعات، يقول أتاني أحد الأطفال فقال له: تتحداني أعلمك معنى التوحيد؟ يقول له كذا. قال: أتحداك، يعني يريد أن يعرف منه. فأتى وذكر له التوحيد، وذكر هو الاستسلام لله بالطاعة. قال: تريد أشرح لك أيضا؟ قال: اشرح لي. ويشرح له. قال: من أين تعلمت هذه؟ يقول: ذهب سريعا ثم أحضر كتاب الصف الثالث الابتدائي. قال: انظر، هذا أنا تعلمت من الكتاب. أليس هذا يعد من توفيق الله لنا أن أبناءنا يدرسون هذه العقيدة وهذه الكتب؟ وقد ذكرت لكم أنه يتخرج من الابتدائي وقد عرف كيفية الصلاة، يعرف العبادات، سجود السهو، أحكام الصلوات للمسافر ولغيره، يعلم صفة الحج، يعلم الزكاة، سادس ابتدائي. والبعض للأسف يحاول أن ينقص من الجهود التي تبذل خاصة في مثل هذه المناهج، فنقول هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. نرجع إلى الدرس، نقول أن أيضا وهذا كان يدرس، والله الحمد ما زال يدرس، وهو ما يتعلق بالأصول الثلاثة، وهذا السؤال الذي سوف نسأل عنه جميعا في القبر. السؤال الثالث: من نبيك؟ هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم. وهنا ذكر المؤلف اسم النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بين أيضا قوله أن منها 40 قبل النبوة، النبي عليه الصلاة والسلام عندما بعث أنزل عليه وهو ابن 40، عندما نزل عليه الوحي وهو ابن 40. وكان النبي عليه الصلاة والسلام مات وعمره كم؟ 63 سنة، أي أنه كان قبل النبوة
مضى عليه 40 سنة، ثم بعد ذلك 23 سنة في الرسالة، 13 في مكة، و10 سنوات في المدينة. وبين المؤلف وقال: و23 نبيا رسولا. ثم قال: نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. فهذه كلها أشياء بينها المؤلف، وهي تعد من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. فبينها المؤلف ووضحها، وبين لنا أنه أيضا يستدل في قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. عندما قال يا أيها المدثر، كان النبي عليه الصلاة والسلام تدثر بثيابه لما نزل عليه الوحي. ثم قال: قم فأنذر، أي انهض وذكر المشركين بما وقعوا فيه من الشرك. قم فأنذر وحذرهم من العذاب، أي أنذرهم من العذاب. قم فأنذر وربك فكبر، ماذا معنى تعني وربك فكبر؟ أي عظم الله سبحانه وتعالى بالتوحيد، عظمه بالتوحيد. وربك فكبر، وهي صفة بالكبرياء والعظمة لله سبحانه وتعالى. وثيابك فطهر، أي طهر أعمالك من الشرك. وثيابك فطهر، ليس المقصود الثياب، ولكن المقصود أن تطهر أعمالك من الشرك. وهذا واحد من المعاني التي جاءت في تفسير هذه الآية. والقول الثاني أن المراد بذلك هي الثياب والملبوسات، ولكن الأقرب أنه طهر أعمالك من الشرك. ثم قال: والرجز فاهجر، أي ماذا؟ أي الأصنام، واعتزل تلك الأصنام التي كانوا يعبدونها وحذرهم من ذلك. نعم. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 عرج به إلى السماء، وفرضت عليه الصلوات 5، وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. وقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان. والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. نعم. المؤلف هنا ذكر ما يتعلق بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام، وما يتعلق بمعرفته عليه الصلاة والسلام. فذكر هنا أن النبي أخذ على دعوة التوحيد 10 سنوات قبل أن يسرى به، وبعد أن أسري به وفرضت الصلاة جلس 3 سنين بعد ذلك وهو يصلي في مكة قبل أن يهاجر إلى المدينة. فبين هنا أن هذه الفرائض، بين المؤلف عندما ذكر هذه المسألة أن النبي عليه الصلاة والسلام خلال هذه السنوات كان يدعو إلى التوحيد ويؤصل إلى التوحيد، وهذه رسالة لكل واحد منا. انظروا إلى حال النبي، نحن أحيانا إذا أردنا أن ندعو شخص ولم يستجب لنا تجد الواحد منا يغضب، وتجده ربما يأتيه التسويف ويقول لم يقبل مني فلان، أو يناصح والده أو يناصح قريب له، فتجده مباشرة يوم يومين يقول لا خلاص أنا فقدت الأمل. النبي عليه الصلاة والسلام 13 سنة وهو يدعو قومه، تخيل
كل يدعوهم للتوحيد، قولوا لا إله إلا الله، جلس معهم كل هذه السنوات لأجل تحقيق هذا الأمر المهم وهو التوحيد. نحن الآن للأسف عندما ندعو أحد نجد مباشرة نريد أن يستجيب مباشرة لنا، هذا خطأ، فنحتاج إلى المجاهدة، يجاهد الواحد نفسه فيما يتعلق به الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وهذه رسالة لنا جميعا. البعض يفهم أحيانا ما يتعلق، أحيانا يدعو شخص ولا يستجيب له ثم يقوم بهجره، إما أخ له أو قريب أو والد أو كذا، يظن أن هذا الهجر هو الآن المشروع. نقول لا، الهجر يكون مشروع في حالة واحدة إذا كان هذا الهجر ينفع. لا تهجر هذا الشخص إلا في حالة واحدة إذا علمت أن هذا الهجر سوف يردعه وسوف يرجع، أما إذا علمت أنه لن يرجع وأن هذا الهجر لن ينفع بل ربما يفرح بهذا الهجر، يقول الحمد لله خلصنا الله من هذا الرجل، ففي هذه الحالة نقول لا، لا يجوز، بل يجب عليك أن تعاود وتعاود مرة ومرة أخرى. ولذلك بين المؤلف أن النبي عليه الصلاة والسلام جلس هذه المدة 13 سنة يدعو إلى التوحيد، وقبل هجرته بثلاث سنوات أسري به عليه الصلاة والسلام ففرضت الصلاة قبل هجرته. ثم بين ما يتعلق بالهجرة، وهنا أريد أن أختصر وأوضح ما يتعلق بالهجرة وفهم الهجرة. البعض من الناس لا يعرف معنى ما يتعلق بالهجرة. الهجرة تكون من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، هل هو كل بلد كفر؟ لا، إذا لم تكن تستطيع أن تؤدي العبادة لله في هذا البلد هنا يلزم عليك الهجرة. أما إذا كنت تؤدي العبادة ولا تمنع من العبادة فلا هجرة في هذه الحالة. ولذلك يسأل البعض في بعض الدول، يكون هناك في بعض البلاد يسأل عن هذا الأمر، نقول الهجرة تكون هناك في بعض البلدان متيسر لهم العبادة والصلاة والمساجد وغيرها ويعطون الحرية في عباداتهم، فنقول هنا لا هجرة، بل عليك أن تظهر العبادة وأيضا تكون داعية إلى الله سبحانه وتعالى، أولا بتوحيد الله سبحانه وتعالى وأيضا بأخلاقك أيضا تدعو الناس، وهذا نوع من أنواع الدعوة. الدعوة إما أن تكون باللسان وبالكتابة، وتكون أيضا بالأفعال عندما تقوم بأداء هذه العبادات المتعلقة بالسمت والصدق وأيضا الإخلاص في عبادتك لله سبحانه وتعالى، وهي تظهر أيضا من خلال عيشك في هذه البلدان، فنقول أن هذا نوع من أنواع الدعوة. فالهجرة هنا واجبة في حالة أنه لا يمكن أن تقوم وتؤدي العبادة لله سبحانه وتعالى.